ثم الفقد. فقد النبي عليه الصلاة والسلام أعز الناس إلى قلبه. هل هذا الفقد أثر سلبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ورب الكعبة، بل كان محفزا، بل ورب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، بل ورب الصحابيات على قبول هذا الفقد مهما كان. ثم الحقد، حقد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفرة والمشركين واليهود والنصارى، فكان حقدهم وضيقهم وحنقهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إحباط دعوته أبدا ورب الكعبة، بل كان ذلك داعيا إلى إصراره وإلى إصرار أصحابه إلى تحقيق دعوة الله جل وعلا ودعوة الناس إلى الحق. ثم الفقر، الفقر الذي يدمر الكثير، الفقر الذي يقف حائلا دون تحقيق الأهداف. هل كان الفقر عبئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وقف حائلا دون إنجاز هذه؟ أبدا أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. ثم المرض، هل مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى من المرض؟ نعم، عاده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا بالحمى تفور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده عليه فإذا بالحرارة تخرج من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يد ابن مسعود، فتعجب ابن مسعود فقال: أتوهك أنت يا رسول الله؟ ظن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام عظمه الله جل وعلا من أن يمرض، عظمه الله تبارك وتعالى من أن يغتبر بهذا البلاء، فقال: أجل، وليس ذلك وفقك يا ابن مسعود، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلين من أمته صلى الله عليه وسلم، أي يضاعف له الألم عليه الصلاة والسلام. قال ذلك: بأن لك أجران يا رسول الله،